في المراقبة عند كنشوفوا اصلا بحال اي مواطن الا جا غادي يشري الأضحية ديالو خصو اولا يشوف بان الحول يكون نشيط، يعني ما عندوش خمول، ما يكونش عنده انتفاخ، ما يكونش عنده سيلان الانف، ما تكونش باغ اكزومبل عنده دي تراس دو دياري. دونك هادو اهم حوايج اللي حنا كنقلبوهم في الاضحيه. هاد الحولي 160,000 جاو عندنا صحاب الترقيم وعندنا الوراق ديالنا بكل شيء، انا عندي الديفتار كل شيء عندي، مزيان يراقبوا داك الشيء ومزيان في صالح الفلاح وفي صالح المواطن. نورمالمون كيكون الترقيم مجاني، كنصحوا المواطن كنقولوا ليه اولا راه من الاحسن انك تشري شي حاجه اللي بالحلقه، وكنصحوا الكساب لان مادام العمليه مجانيه وكل شيء من الاحسن انه يرقم. والحمد لله لاحظنا ما بين العام اللي فات وهذا العام انك الوعي زاد. انا شريت 102، السوق مزيان، الثمن مناسب، والمليح راه داير الثمن، كل حاجه راه على وجه. السوق الثمن طالع واحد شويه على البارح، البارح جيت كاين الثمن كيعجبك شي حولي كيقول لك 74 78 فيكسين على الثمن. مراقبه مزيانه في صالح المواطن. كان الامن وكان المراقبه وكان ضروري غتشري وضروري غتكون بالسلام كتكون مرتاح. كتركز على الحولي ما يكون معيب من حتى شي حاجه، تشوف الديل ديالو، تشوف السمونيات، تشوف اش داير في السنان، شو ولد العام ولا هادي. هو كنركز على سميتو على الجوده وعلى الرشمه ديالو على الطنقه وعلى الملوحيه وعلى الثمن. كتكون مراقبه، الانسان تيكون عنده شي حاجه مغشوشه تيحيدها ولا هادي، يعني تتكون بعدا كاينه مراقبه، ماشي بحال ما كايناش مراقبه. تشوف النيميرو هذيك ابار اي حاجه كتقلب النيميرو ديالو واش بعدا حولي صالح ولا لا، ما كانش في طنقره ما خدام. إذا كان في شي حاجه الطنقره النمره ديالها كتمشي لعلم بها. الطنقه ما عنديش عليها خبره، انا ماشي الطنقه ما نقدرش نقول لك على شي حاجه، ولكن بالنسبه للحولي راه تيشوف بنادم النظره ديال الحولي راه باين، كيبقى غير على حساب الماكله. لانه اكثريه تيمشيو للعروبيه تياخذوا من العروبيه من الباديه، لانه كيكون اللحم ديالو بحال الارنب. بالنسبه للسيد ولا المواطن اللي غادي يمشي يشري اضحيه ما عندهاش الحلقه، اذا هذا ما غاديش يكون عندنا حنا تتبع ديال المسار، يعني المصدر ديال هذه الاضحيه ما غنعرفوش. باغ كونتر الا كانت عندها الحلقه غادي نقدو نمشيو عند الكساب اللي كانت عنده، وبالتالي غنقدو نعرفوا شنو العلف اللي خدات، شنو الماء اللي شربات، يعني كتكون مراقبه شامله. بالنسبة لفضلات الدجاج دابا لمدة عامين المكتب الوطني قام بمراقبة فضلات الدجاج، يعني ما كاينش شي واحد اللي غادي يمكن ليه يهز فضلات الدجاج ويعطيها التسمين للحيوانات. طبعا كانت مراقبة ديال الضيعات باش كنشوفوا واش شنو العلف اللي كيعطي، واش كيكون لا بريزونس ديال هاد فضلات الدجاج. بالنسبه للحمى القلاعيه كما كتعرفوا راه المكتب الوطني قام بحمله التلقيح، كاين شي علامات اللي هما باينين، اولا كيكونوا لي زافت بالنسبه للفوم، بالنسبه لهذا، بالنسبه سورتو الابقار، بالنسبه للاغنام الا شافوا كيعراج، الا شاف فهمتي اي حاجه اللي كتبين بان كاين اعراض ديال الحمى القلاعيه. طبعا راه كيكون اخبار ديال المصلحه البيطريه وحنا كنقوموا بالجوله ديالنا.